حي على الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتزني وزناها النظر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أبواب الزنا، قالوا في تعريفها: هو الإشباع الجنسي والتعري أمام وسائل التواصل. أيها الإخوة الكرام، ما هو السبب؟ أول شيء يا أخوان الكرام هو انعدام العاطفة بين الأزواج وبين الآباء والأبناء. أيضا أيها الإخوة الكرام، الاكتئاب، الابتزاز المالي، هذا مقابل هذا. مقابل المال تضعف الفتاة. المرأة يا أخواننا الكرام في ديننا، المرأة لها مكانة. ليس هناك قانون على وجه الأرض يعطي المرأة ما أعطاها الإسلام. أيها الإخوة الكرام، الفتاة أو الفتى يعيش في غربة، ما بعدها غربة، بس هو ما راح على الغربة، ما سافر على ألمانيا وما سافر على تلك البلاد، يعيش في غربة في بيته، في غربة مع أهله. أيها الإخوة الكرام، هذه الفتاة التي تعرض جسدها العاري، أغلى ما تملك العفة، عم تبيعها. هذا التعري مرض نفسي يحتاج إلى أطباء نفسيين من أجل أن نعود بهذه الأمة إلى رشدها. أيضا من الأسباب أيها الإخوة الكرام، التربية غير السوية في المنزل. أيضا الاستهواء عند الشباب، هذا الثوران. الحل أول شيء بيتك، أن تنشر ثقافة الوعي. اثنين، دور المسجد، وهذا الذي أقوم به. ثلاثة، فرض رقابة قوية على المواقع الجنسية، ويجب علينا إيجاد البديل. بديل البدائل تكون في الأهل. الأب الذي يتخلى عن مسؤوليته يترك الفوضى. أيضا الاستعانة بأطباء نفسيين. من غض طرفه عن محاسن امرأة أبدله الله نورا في قلبه في الدنيا وفي الآخرة. عظيم السؤال فأفرحني يا رب بحور